نعم، وهذا فيه هذا الكلام من المؤلف تخويفا لمن أنكر الرؤية، نقول حري بكل من أنكر الرؤية ألا يرى الله. نعم سبحانه وتعالى. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم عليه بين المسلمين. نعم، نقول آمنا صدقنا وسلمنا، إثبات وتنزيه المعاني معلومة الكيفية علم عند الله، السؤال عنها بدعة. نعم. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه. ولهذا قلنا أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. نعم. قال العلامة ابن مالك الشرح رحمه الله قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، قوله زل ويقصد التنزيه وذلك أن المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة الكمال إذ المعدوم هو الذي لا يرى وإنما الكمال في إثبات الرؤية. نعم، ولهذا قلنا المعدوم هو الذي لا يرى، كل أي شيء تراه لابد أن يكون له صفات، ولهذا أدخل العلماء رحمه الله تعالى باب الرؤية في باب الأسماء والصفات. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات. نعم، باقي معنا وقت 10 دقائق. طيب بسم الله. قال نعم. العلامة ابن باز رحمه الله الآن هذا هو الموضع الثاني، الموضع الثاني الذي فيه يعني ملاحظة على هذا المتن، سننظر يعني نقرأ كلام المؤلف ثم ننظر تعليق الشيخ ابن باز والشيخ ابن مانع رحمهم الله تعالى. تعيد كلام المؤلف أولا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم نعم. قال قال العلامة ابن مانع رحمه الله تعالى قوله عن الحدود إلى آخره مراده بذلك الرد على المشبهة. نعم، مراد يقول مراد المؤلف، إذا حمل على أحسن محمل وقال مراد المؤلف الرد على المشبهة. نعم، وأحسن من هذا نقول الرد على الممثلة. لماذا؟ لأن هذا الذي ورد في القرآن، يعني نقول بالتمثيل ولا نقول بالتشبيه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل ولا نقول تشبيه. لماذا؟ لأن هذا الذي ورد في القرآن. الثاني، ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قدر يشتبهان فيه حتى ولو كان في الاسم. تقول الحديد لين وفلان لين، رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي، رأس ورأس ورأس، لكن تختلف تختلف. نعم، اتفقوا في ماذا؟ في الاسم، لكن يختلفوا في الوصف. نعم، ما من شيء في الوجود إلا بينما قدر اشتباه فيه. الثالث، أن أهل الباطل يلقب أهل السنة بألقاب ينفر الناس عنهم، كما لقبوا الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وساحر وكذا، وقالوا على أهل السنة مشبهة مجسمة شكاكة ونواصب ونوابد وغثاء وهابية حتى ينفر الناس عنه، وكل ما يعتاد الناس يعني لقب من هذه الألقاب يأتوا بلقب جديد. نعم، فنقول بالتمثيل أولى من التشبيه. نعم، لكن نحمل كلام المؤلف الآن هنا على ماذا؟ على التمثيل لا شك. نعم، الشارح عفوا. نعم، قال العلامة ابن مانع ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة. يعني إذن الأولى نأتي بماذا؟ بما ورد في الكتاب والسنة، وهذا أولى لأن هذا مجمل. وبالأمس أخذنا قاعدة
قلنا كل ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. الجهة هنا، هل الجهة نثبتها لله أو ننفي الجهة عن الله؟ نقول هذه اللفظة، لفظة جهة، لم ترد في كتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، فماذا نصنع؟ لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى. ماذا تريد بالجهة؟ قال أريد بالجهة إثبات علو واستواء وفوقية حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. نقول هذا حق، لكن لا تتكلم إلا بما جاء في الكتاب والسنة، أثبت العلو والفوقية والاستواء. نعم. وإذا أراد بالجهة أن المخلوقات تحيط بالخالق، نقول هذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. مفهوم؟ أي نعم. وانتهى الباب ولله الحمد والمنة. نعم. قال والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. نعم. أحق يقول، انظر إلى الرد اللطيف. نعم. قال ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة والمعطلة. نعم. فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذا. لا ينبغي، وما قال حرام، يكثر العلماء من هذا، لا ينبغي لا يجوز. لماذا لا ينبغي ولا يجوز تساوي المحرم؟ صح أم لا؟ لماذا ما يقولها؟ حتى لا يقع في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال. نعم. فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه المجيد بذاته. يعني نقول بالاستواء والعلو والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه كما جاء في القرآن. نعم. دائما من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله. نعم. كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. نعم. لأنه لا يمكن يقول أن نؤول ونقول أن اليد هي القدرة أو النعم، لأنه هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وأن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة، القبض والبسط والأصابع، ولم تكن مزية لآدم عليه الصلاة والسلام على غيره، نعم، من المخلوقات. الثاني اليد، وبعد اليد النزول. النزول يقول نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة، هذا مخالف. لماذا؟ قال لأن هذا لا يمكن أن الرحمة تقول هذا الكلام، هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ الرحمة ما يمكن تكون. ثم نحن نريد نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ لا، نريد نزول الرحمة، والرحمة تنزل في كل وقت. وهذا الرد على من يقول أن النزول نزول للأمر، نزول للملائكة، نزول للرحمة. نعم. كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود الله إثبات تكييف. نعم. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسان للظن بهذا الإمام. أسمع إلى إحسان الظن لا إساءة الظن. قال لعلها يعني من بعض النساخ، يعني حتى لا يتكلم على المؤلف بكلمة. لماذا أخوانا؟ يعني لماذا؟ لماذا لا يرد عليه؟ يعني رد صريح. لماذا؟ أولا قلنا لأن الطعن في أئمة أهل السنة هو طعن في السنة أصلا، ومتى يعني وجد له مخرج وكان هذا إمام عرف بإمامته وبتقوى بصلاحه ندافع عنه. نعم. لا دفاع عنه بل دفاع عن السنة. ولهذا قيل الذي يطعن في أحمد رحمه الله فقد طعن في السنة وهو زنديق يقول. نعم.
قال رحمه الله: وعلى كل حال. وعلى كل حال ايش نصنع؟ نعم. الباطل مردود على قائله كائنا من كان. نعم. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لو تقرأ في كتب السلف تجد هذا دائما. وذكرنا لكم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد كذا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أراد أن يتكلم عما حدث من الصحابة رضو الله عليهم في الحديبية. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ما تحرك أحد حتى دخل على أم سلمة. أراد ابن القيم إمام أن يتكلم على هذا الذي حدث من الصحابة رضو الله عليه. لو يتكلم بكلمة إشكال، ولو يسكت إشكال، لابد يحكي ما حدث في الحديبية، صحيح؟ فماذا قال؟ اسمع له ما قال. قال: هذا الفعل منهم رضي الله عنهم، إلى الآن لم يتكلم، صح؟ يقول رضي الله عنهم. من المغفور أيضا، إلى الآن لم يتكلم، لا المشكور. بعد هذه المقدمات تكلم بكلام لا يعد أصلا شيئا، صحيح؟ فلو يأتي الواحد منا اليوم يقول كذا صحيح في هذا الموضع، لكن جاء وتكلم بكلام ذكر أولا معتقد أهل السنة والجماعة، وقال هذا غفر لهم ولا يمكن أن يتكلم بكلام، وانتهى الأمر وحكينا ما حدث. نعم. قال رحمه الله: ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. نعم، فيها مجال لناقد، لكن قد تحمل على محمل حسن. نعم. قوله: ولا تحويل الجهات، دلت دلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالجهات الست عدوية في حقه لأنه تعالى فوقها، كما قال. يعني جهات الست: الشمال والجنوب والشرق والغرب وفوق وتحت. لا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، وإثبات العلو ثابت لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم. فالجهات الست عدوية في حقه لأنه تعالى فوقها، كما قال ابن القيم في النونية: كل الجهات بأسرها عدوية في حقه هو فوقها ببيانه، قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. نعم، لا يمكن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم. وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة وجمالة تحتاج إلى تفسير حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يستعملها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. نعم، قلنا نسأل عن المعنى، لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. نعم. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيله عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا به الصفات. نعم. ويسألك ويأتيك سؤال أحيانا: أجبني الآن، هل تثبت الجسم لله أو تنفي الجسم عن الله سبحانه وتعالى؟ يقول: الآن تجبني برسالة، من أنت؟ تلزمني يعني بهذا، صح؟ حتى يوقعك إما هنا أو هنا. تقول: أنا لا أثبت ولا أنفي، وأسأل عن المعنى. نعم. وأهل
وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها بنفسه حتى لا يفضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد بكونهم أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمشتبه. نعم. وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست وسائر المبتدعات مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستواءه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر الله عباده على الإيمان بالعلو سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه. فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.